تشكل الصحة المدرسية إحدى دعائم الطب الوقائي الذي يشهد تطورا سريعا في عصرنا الحاضر، محاولا التخفيف من إصابة عدد كبير من الأمراض أو الوقاية من تداعياتها، مستندا في ذلك إلى التقدم العلمي والبحثي في مجالات علوم الأحياء والتكنولوجيا. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي سيؤدي بها طلاب الشهادتين التعليم الأساسي والثانوي بفروعه بعد تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا في مدارس المحافظات السورية، حرصت وزارة التربية أن توفر الجو الأمثل للطالب من خلال مجموعة إجراءات اتخذتها حرصا منها على صحة وسلامة طلابنا. ولأن الطالب والمعلم هو في محور اهتمام وزارة التربية، نطل عليكم مشاهدينا في أولى أيام عيد الفطر المبارك، متمنين أن يعيده الله عليكم بكل اليمن والبركات. ويسرنا أن تكون معنا في حلقتنا لهذا اليوم أو في ندوتنا لهذا اليوم الدكتورة هتون الطواشي، مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية، نتحاور معها حول الإجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارة التربية بهذا الشأن. أهلا وسهلا فيك دكتورة، وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير، أهلا وسهلا فيكم. سنبدأ حوارنا مع حضرتك مباشرة ولكن بعد الفاصل. تفضل. أهلا ومرحبا بك من جديد دكتورة هتون. الحديث عن هدف وزارة التربية بالوصول إلى الامتحانات الآمنة والسليمة بالنسبة إلى الطلاب وأولوية الصحة لهم قبل العملية الامتحانية، نتحدث مع حضرتك عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التربية بهذا الشأن. طبعا انطلاقا من صحة وسلامة التلاميذ اللي هي الهدف الأساسي لنا بمدرسة الصحة المدرسية ووزارة التربية بشكل عام، تم وضع خطة طوارئ خاصة بفترة الامتحانات العامة من الناحية الصحية. طبعا هاي الخطة تضمنت مجموعة من البنود، الهدف منها هو حماية طلابنا وتأمين بيئة آمنة وسليمة لهم وحماية من انتشار أي مرض وبالذات انتشار مرض فيروس كورونا. هاي الخطة كانت بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، ومثل ما ذكرتي حاولنا من خلالها أنه نضمن صحة وسلامة طلابنا وسلامة العملية الامتحانية بنفس الوقت. إن شاء الله يا رب يعني تمر العملية الامتحانية بكل سلاسة وبصحة آمنة لجميع الطلاب، وهذا بجهودكم. يعني نتحدث عن المراكز الامتحانية، عن تجهيزها، أين نحن اليوم في مسيرة التجهيز؟ هل أنهينا التعقيم وكل العمليات الأخرى؟ هلا بالواقع بدأ تجهيز المراكز الامتحانية، تقريبا معظم المراكز الامتحانية أصبحت جاهزة، مو بالتعقيم لا، أصبحت جاهزة كتجهيزات. نعم. من مقاعد، من صيانة للمرافق العامة، من صيانات للنوافذ للإضاءة. طبعا هاي العملية مستمرة وتقريبا شرفت على تقريبا الانتهاء. بعد ذلك قبل بداية الامتحان بأسبوع، هذا الأسبوع السابق للامتحان، سنبدأ بتعقيم هاي المراكز الامتحانية. بالبداية تنظيف وتطهير للمراكز ثم تعقيم، سيتم التعقيم بمادة هيبوكلوريد الصوديوم الممداد 0.05%. بالبداية سيتم تعقيم كامل المراكز الامتحانية الشامل للأرضيات، الجدران، النوافذ، الأساس من مقاعد وطاولات، أيضا السلالم، مسكات الأبواب والأبواب، بالإضافة للمرافق العامة بشكل كامل. طبعا هذا التعقيم حيكون لكل المراكز الامتحانية بكل القطر. حيكون مسؤول عن هذا التعقيم لجنة خاصة بكل مركز امتحاني. نعم. سيتم تكليفها بهي العملية ويعني حيتم تكليفها بكافة الإجراءات الاحترازية الصحية المسؤولة، حتكون هي مسؤولة عن هاي الإجراءات اللي هي متضمنة عدد كبير من البنود. نعم. بعد ذلك نحن يوميا بعد ما ينتهي الامتحان ويخرج الطلاب والمراقبين وجميع الكادر الإداري من المركز الامتحاني،
سيتم هناك تعقيم للأسطح اللي هي كل ما يمكن أن يلمسه الطالب أو المعلم، ممكن الطاولات، المقاعد، مسكات الأبواب والمرافق العامة، سيتم تعقيمهم بطريقة البخ والمسح يوميا لنضمن نظافة وتعقيم كامل للمراكز. كان أيضا هناك إشراف على توزع أو عدد الطلاب في كل قاعة امتحانية. طبعا حرصنا من ضمن البنود كانت الحرص على التباعد المكاني ليكون ما بين كل طالب وآخر مسافة على الأقل من متر لمتر ونص وأحيانا مترين حسب الأعداد. فنحن حددنا بكل مركز امتحاني من 15 ل 20 طالب، الأغلب يعني عدد المراكز اللي فيه 20 طالب بالقاعة عددهم كتير قليل، الأغلب من 15 ل 18 طالب حيكون موجود بالقاعة. هذا بيضمن تباعد، يعني حيكونوا قاعدين كل مقعد طالب واحد، وطبعا في حضرتك اتجاههم حيكون يعني ما حيكون في مواجهة ما بينهم، فهذا بيساعد على أنه نحن عدم انتقال العدوى، طبعا منخفف من انتشار العدوى بالدرجات الدنيا يعني من حتى من حيث تواصل المراقب زملاء المراقبين مع الطلاب. أيضا هل هناك توعية بهذا الشأن طبعا أو توصيات بهذا الشأن؟ يعني هلأ حاليا سنعمل على توزيع ملصقات من بروشورات وبوسترات خاصة بالتوعية حول المرض ووسائل الوقاية، هتكون موزعة بكامل المركز الامتحاني لرفع مستوى الوعي. هو بالواقع بعتقد أنه يعني صار نوعا ما في نوع من الوعي عند الأهالي وعند الطلاب، بس نحن حرصا أكثر على رفع مستوى هذا الوعي. حتم توزيع بوسترات وبروشورات بشكل كامل بالمركز، وضعها في أماكن يعني يسهل قراءتها موجودة، ففيها مجموعة من التوجيهات للطلاب، بتحض على غسيل اليدين المتكرر، آداب السعال والعطاس، خاصة المرضى كمان طريقة التعامل معهم بتكون واضحة وتوجيه يعني فيها بعض التوجيهات الضرورية. أيضا نقطة مهمة، يعني في المراكز الامتحانية يجري توزيع المياه على الطلاب لمن يعني يشعر بالعطش أو بتوتر ما ضمن الامتحان. أيضا هناك توصيات بهذا الشأن، أن يعني كيف يمكن يتعامل المراقب مع حاجة أكثر من طالب؟ هل يعني طبعا المفروض يكون في كاسات استخدام لمرة واحدة، كاسات بلاستيك أو كرتون لاستخدام لمرة واحدة من أجل المياه، أو إذا كان في يعني عبوة ممكن أنه يأخذها الطالب، ما يتم توزيعها لأكثر من طالب حرصا من منع انتشار العدوى. كمان في عنا حاليا رح يتم إجراء ورشة عمل لجميع رؤساء المراكز الامتحانية في كل القطر. يعني بالفعل كان هذا التحدي، لأنه إذا بنعرف أنه في عنا نحن تقريبا 5000 مركز امتحاني، فعندنا 5000 رئيس مركز، فهذا عدد كبير، ولكن تم وضع خطة تدريبية سيتم تدريبهم جميعا على الخطة اللي تم وضعها من قبل وزارة التربية، الإجراءات الاحترازية اللي لازم يتم اتخاذها بالمركز، آلية تطبيقها في المركز على الأرض، بالإضافة إلى حيتم عرض عدد من الحالات الإسعافية اللي ممكن يتعرضوا لها رؤساء المراكز وطريقة استدعائهم الفرق الطبيه وطريقه تعاملهم ريثما يتم استدعاء الفرق الطبيه. يعني حمله كبيره بالمحافظات كافه، من خلال مديريات التربيه يعني حيتم بعد العيد مباشره القيام بدوره مدربين، رح نستدعي عدد من الاطباء يتراوح بين 3 لـ4 اطباء من كل محافظه لمده يومين، سيتم تدريبهم من في وزاره التربيه، سنقوم بتدريبهم بشكل كامل عن هذه المواضيع جميعها، وبعد ذلك كل طبيب حيقوم بمحافظته القيام بعدد من 10 لـ15 ورشة حسب عدد المراكز الامتحانية، سيتم توزيعها وطبعا القيام بهذه الدورات والتوعية لرؤساء المراكز. نعم جميل جدا. أيضا يعني بالنسبة للتعقيم، يعني تحدثت حضرتك عن تعقيم أسطح، يعني تعقيم لدينا قبل العملية الامتحانية ويوميا بعد كل امتحان، طبعاً. هذا أيضا يستوجب ورشات ويستوجب استنفار كبير في جميع المديريات، كيف عملتم على هذا؟ طبعا نحن بالنسبة لنا ككوادر طبية، يعني كوادر الصحة المدرسية، هي إجمالا مدربة بشكل كامل، يعني نحن من بداية انتشار مرض فيروس كورونا تم العمل مباشرة بالتعقيم
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف في تدريب أطبائنا في كل المحافظات. تقريبا كل الكوادر الطبية أصبحت مدربة وعندها معلومات كاملة عن طريقة التعامل مع حالات التعقيم، مع تعقيم المراكز، مع حالات المرضى، مع الحالات المشتبهة، الحالات المؤكدة من المرض، وآلية التنسيق مع وزارة الصحة. طبعا هذا الشيء تم التدريب عليه بالسابق، وهلأ خلال الورشة اللي حيتم حنرد نرجع نعمل يعني تسكير لهي المواضيع للأطباء، بالإضافة سنقوم أيضا بتدريب الممرضات أو المساعدات الصحيات الذين سيعملون ضمن الفرق الإسعافية للحالات الإسعافية. سنقوم بتدريبهم أيضا حول المرض وحول الحالات الإسعافية وطريقة التعامل مع المرضى خلال هالأسبوعين اللي هنا قبل الامتحان. يعني كمان أيضا سنعمل على هذا الموضوع. نعم، جميل جدا. أيضا يعني حملات التوعية بدأت بوزارة التربية والصحة المدرسية حتى منذ بداية توقف الدوام والحجر الذي يعني كان بسبب انتشار فيروس أو الخوف من انتشار فيروس كورونا في سوريا. فحملات التوعية كانت سابقة، واليوم نستكمل كل هذه العمليات. ننوه فقط دكتورة للسادة المشاهدين بإمكانية التواصل معنا مع دكتورة هتون عن طريق الأرقام التي تظهر على الشاشة بانتظاركم مشاهدينا. إذا دكتورة، يعني بالحديث عن المراقب، يعني أيضا نتحدث عن صحة الطلاب وأيضا عن صحة الزميل المراقب، نتحدث أكثر عن أكثر النصائح أو أكثر الحيثيات التي يجب أن يهتم بها الزميل، لا سيما أن هناك احتكاك مباشر من خلال الورقة، من خلال القلم ربما يحتاجه الطالب وكثير من الأمور. طبعا من التوصيات اللي تم ذكرها في الخطة الاحترازية هي وجود التعقيم بالجل الكحولي. هذا التعقيم رح يتم عند الدخول للمركز الامتحاني لجميع العاملين، سواء كانوا الطلاب، سواء كانوا المراقبين، سواء كانوا الإداريين، الزوار، المندوبين، سيتم تعقيم اليدين بشكل كامل. أيضا الطلاب سيتم تعقيم اليدين بالإضافة للأدوات اللي ممكن يستخدموها بالامتحان. في جهاز بكل مركز؟ لا، مو جهاز، هو جل كحولي، سيتم فركها بالجل الكحولي، هو كافي بالواقع. يعني فرك اليدين لمدة 20 ثانية بالجل الكحولي كافي لتعقيم اليدين بشكل جيد. يعني هو حتى الغسيل بالماء والصابون كافي، يعني بس نحن يعني تسهيلا للإجراءات ومنعا من الفوضى في داخل العملية وأيضا منع من هدر الوقت للطلاب، نعمل على التعقيم عند الدخول إلى المركز الامتحاني. مثل ما ذكرت لك، هذا التعقيم حيتم أيضا للمراقبين والعاملين والزوار، منعا من يعني انتشار اي عدوى او اي مشكله صحيه. فكل اجراء حيتخذ بالنسبه للطلاب حيتخذ ايضا بالنسبه للمراقبين، من التعقيم وايضا من استخدام الكمامات، اللي نحن حصرنا استخدام الكمامات فقط للطلاب المرضى. يعني الطلاب اللي عندهم اعراض تنفسيه مثل السعال، عطاس، او اذا كان في شكوى من ترفع حروري مثلا، هذول ممكن انه حيكون الكمامات موجودين داخل المركز امتحاني تتم توزيعها على الطلاب. ايضا المراقبين، تعرفي حضرتك بيتم عمليه التفتيش الوقائي لما بيدخلوا الطلاب، احيانا بيتم تفتيش فرضا احد الطلاب مثلا في نسي الموبايل معه او بعض الاوراق او بعض هاي، فيتم التفتيش الوقائي. هون حرصا على سلامه الطلاب وسلامه المراقبين، سيتم لبس استخدام كفوف وكمامات للشخص الذي سيقوم بعمليه التفتيش، بالاضافه الى تعقيم اليدين بعد كل تماس مع كل طالب. هذا الشيء مطلوب من الزملاء المراقبين طبعا، او هو موزع رح يتوزع بكل مركز؟ لا، قبل طبعا رح يكون يتوزع من قبل الوزاره لكل مركز، حيكون في كفوف وحيكون في كمامات بكل مركز وفي جل كحولي، هذا حيكون متوافر بكل مركز امتحاني للاستخدام من قبل المراقبين والاداريين والطلاب. ضمن كل هذه الاجراءات دكتوره، ايضا يعني يلفت نظرنا بان البعض قد لا يلتزم باجراءات يعني العناق بين الطلاب او التجمعات للأهالي أمام المراكز الامتحانية، ماذا تحدثين بهذا طبعاً الشأن؟ طبعا هذا الشيء خطر جدا. يعني كمان نحن يعني يعني نتمنى من الأهالي ومن الطلاب الالتزام حرصا على صحتهم. يعني لازم يلتزموا بقواعد اللي يمكن تم نشرها على الإعلام ومن أكثر من وسيلة إعلامية، حرصا على السلامة، التباعد الاجتماعي، هذا الشيء كتير أساسي. الازدحام هذا ممكن أنه يكون يعني خطر كتير كبير لانتشار العدوى. فنحن حنعمل آلية لدخول وخروج
الطلاب من المركز الامتحاني منعا من الازدحام ومن التماس. مثل ما ذكرت لك حيكون في لجنة مؤلفة من 3 لـ4 أشخاص اللي هنا مدرسين، يعني حيكونوا موجودين مسؤولين بشكل كامل عن هاي العملية. آلية دخول وخروج الطلاب حتتم كل قاعة لوحدها حتى ما يتجمعوا الطلاب. أيضا حيكون في تعاون مع الشرطة الموجودة أمام المركز الامتحاني. بتعرفي الأهالي حرصا ومنهم على الطلاب على أبنائهم، وكمان مشان يعني خوفهم وقلقهم، فبيحاولوا أنهم يجلبوا الطلاب، يأتوا مع الطلاب المركز الامتحاني. هلأ ما في أي مشكلة إذا أتوا مع أبنهم، ولكن ممنوع التجمع أمام المركز الامتحاني. يعني ممكن الأهالي يجيبوا الولد ويردوا يرجعوا على بيتهم ينتظروا لحتى ينتهي الامتحان. أما التجمع أمام المراكز هذا يعني ظاهرة خطيرة، ممكن أنه يعني تكون يعني مصدر لانتشار عدوى، نحن ما بدنا إياها. فبتمنى من الأهالي أنهم يلاقوا الآليات المناسبة لأنهم يوصلوا أولادهم، بس أكيد ما حيكون في تجمع إن شاء الله قدام المراكز الامتحانية. يعني حتى في أثار نفسية يمكن على الطالب وجود الأهل طبعاً في الخارج. طبعا يعني الطفل بضل قلق انه هلا بده يطلع شو بده يقول اذا مثلا صار عنده خطا باحد الاسئله ببعض الهي، فبيكون عم يفكر مو بطريقه الحل، ممكن بطريقه شو بده يخبر امه او ابوه اول ما بده يطلع. يعني هذا بيعمل ضغط نفسي اكثر احيانا وجود الاهالي على باب المركز الامتحاني، فما بننصح فيها. هي ظاهره ما لها كثير مرغوب بها، فما بننصح الاهالي فيها، وخاصه الان في ظل انتشار عدوى ومنع تجمع فهذا هاي يعني ما بتمنى منهم انهم يلتزموا بهذا. يعني هذا ناجم من حرص من الوزاره طبعًا على الابناء وعلى الاهالي، يجب ان يتعاون الاهالي لنحقق هذه طبعًا الصحه وهذه طبعًا السلامه وتجري العمليه. يعني بالواقع وزاره التربيه يعني تواجه تحديات جدا جدا كبيره بالنسبه للامتحانات في هذا العام. يعني هي الخطه الصحيه يعني لها تكاليف جدا باهظه، وفي كوادر ستتم استنفارها بشكل كبير. تعاون مع مجموعه من الوزارات، مجموعه من الهيئات، الجمعيات، المنظمات، سيتم التعاون بين اكثر من جهه من اجل صحه وسلامه طلابنا. فما بدنا نضيع كل هذه الجهود بس مجرد انه نتجمع قدام المراكز الامتحانيه. يعني هذا النوع من عدم الوعي، يعني بتمنى انه ما نشوفه خلال فتره الامتحانات. يمكن بشويه حرص من الجميع نحن بنقدر نوصل لامتحانات امنه باذن الله. ايضا بما يخص الطالب، يعني بعض الطلاب قد يواجهون بعض المشكلات الصحيه لا سمح الله، نتحدث عن تجهيز المراكز الصحيه التابعه لكل مجمع ومدى قربها ايضا من المراكز الامتحانيه. بالواقع في 110 مركز صحي، مركز طوارئ نحن بنسميهم، عاملين خلال فترة الامتحانات العامة. هدول تابعين للصحة المدرسية موزعين بكافة المحافظات. هاي مراكز الطوارئ بتكون موجودة غالبا ضمن التجمعات، يعني كل تجمع لمراكز امتحانية بيكون في مركز طبي. هذا المركز بيكون قريب للمراكز الامتحانية وبيكون مجهز غالبا بسيارة إسعاف. هلأ إذا كان في عنا تحدي لتأمين سيارة إسعاف لكل هذه المراكز، ممكن أنه يكون في كل منطقة سيارة إسعاف، وباقي المراكز أنه يكون في سيارة خاصة نفرزها لهم. هاي الفرق الطبية حتكون موجودة ضمن هاي المستوصفات وتكون على أهبة الاستعداد. طبعا سيتم تجهيزها بحقائب إسعافية كاملة، مجموعة كاملة من الأدوية، بالإضافة مثل ما ذكرت لك للتجهيزات اللازمة للتعامل مع أي حالة إسعافية ممكن تطرق في الامتحانات على الطلاب. بيتم استدعاء الفرق الطبية من قبل المراكز الامتحانية أو من قبل غرفة المتابعة، بيستدعوا الفرقة الطبية الأقرب إلى المركز الامتحاني، وخلال دقائق ممكن أنه يتم وصولاً للمركز، بيشوفوا الطالب، بيشوفوا شو عم بيعاني. طبعاً نحن عادة الحالات الإسعافية في مجملها في الأغلب تكون حالات نفسية أو حالات توتر أو شدة، أحياناً بيكون في بعض الحالات المرضية. طبعاً كوادرنا مدربة على التعامل مع النوعين من الحالات، وبسرعة هي ممكن تكون متواجدة للإسعاف طبعاً المساعدة. خلال دقائق يعني ما أبعد مركز ما رح يكون أبعد أكثر من 10 دقائق بعده عن المركز، بين المركز الطوارئ وبين المركز الامتحاني.
بيقدموا الخدمة الطبية للطالب أثناء الامتحان بداخل القاعة الامتحانية، أو ممكن إنه يخرجوا الطالب إذا حالته بتستدعي لغرفة مثلا رئيس المركز، بيتم التعاون عشان ما يشوشوا على باقي الطلاب، بيتم التعامل معه بتقديم إذا في داعي لعلاجات. نحن عادة بنقدم علاجات بسيطة، يعني نحرص على إنه يكون الوعي ما نعطي بعض الأدوية اللي ممكن تكون بتنوم أو بتركن، أو نعم. ممكن نعتمد على معالجات ملطفة إذا في حالة صحية يعني تستدعي ذلك، لريثما ينتهي الطالب من الامتحان. وإذا كانت حالته بتستدعي لنقله لمشفى فرضا أو لمركز صحي يتم نقله مباشرة بعد انتهاء الامتحان. نعم، إذا كان في أي مشاكل تنفسية عند الطالب يكتفي بارتداء كمامة وبيأدي فحصه بشكل آمن، أم هناك إجراءات خاصة هلا إذا لهذا كانت الموضوع؟ أعراض تنفسية خفيفة، يعني مثلا عنده سعال أو طقس خفيف، أما إذا كان عنده أعراض أكثر بتقدم العلاج له. يعني نحن بيكون في بخاخات مع الفرق الطبية، بخاخات سلبوتامول، بيكون في بخاخات بيكلوميتازون، بيكون في بخاخات أيضا إذا كان حدا عنده مثلا ربو، إجته نوبة ربو خلال الامتحان ممكن يتم استخدامه يعني لأله. إذا في ترفع حراري ممكن ينعطى خافض حرارة، إذا في مثلا أحيانا بيكون بيشعروا ببعض الغثيان، إقياء، نوب نقص سكر، هي أحيانا بتصير خلال الامتحانات، أحيانا بيصير نوب يعني توتر نعم، أحيانا نفسي، كمان هن قادرين على بتأثر. التعامل معه وتقديم الدعم المناسب للطلاب لحتى يرجعوا يعني يستكملوا الامتحان ويحطوا بظروف هادئة وقادرين على الاستمرار بالامتحان وتقديم يعني كل ما لديهم. لا سمح الله في حال اشتباه بأي حالات، هل هناك قابل لإرسال إلى مركز صحي لإجراء اختبارات لفيروس كورونا؟ هلا في حال وجود عندنا حالة مشتبهة بالإصابة بفيروس كورونا، نحن من ضمن الخطة تخصيص غرفة إدارية بكل مركز امتحاني معزولة، إذا تم الشك بأنه هذا الطالب ممكن عنده حرارة عالية أو عنده أعراض أو في حالة مشتبهة، لأنه ممكن يكون في تماس مع مريض مثبت عنده الإصابة بفيروس كورونا، سيتم عزله بهي الغرفة ريثما ينتهي الامتحان، وتتم مباشرة استدعاء الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة من أجل القيام بإجراء التحليل الخاص بالبي سي آر الخاص بكشف عن فيروس كورونا وإجراء المطلوب من، طبعا هذا بده يكون في تنسيق كامل بين مديريات التربية ومديرية الصحة، وحتى في لجنة سيتم تشكيلها بكل محافظة مؤلفة من السيد المحافظ ومدير التربية ومدير الصحة، مهمتها التعامل مع هيك حالات أو أي إجراءات طارئة أو أي أمور طارئة قد تطرق للعملية الامتحانية أو لصحة الطلاب. اسمح لنا نتابع مع حضرتك ومع السادة المشاهدين تقرير حول موضوع حلقتنا، وبعدها بنرجع لحتى نحكي بحيثيات كثيرة. تفضل. تحرص وزارة التربية على صحة الأبناء التلاميذ والطلاب وسلامتهم وضمان أداء امتحانات هادئة وآمنة، وبذلك تم اعتماد خطة صحية خلال فترة سير الامتحانات العامة بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث سيتم تأمين تعقيم للطلاب والمراقبين والإداريين العاملين في المركز الامتحاني والزوار والمندوبين عند دخولهم المراكز الامتحانية بواسطة بخاخ كحولي. كما عمدت الوزارة إلى وضع خطة لتأمين التباعد المكاني بين الطلاب مع تأمين تهوية طبيعية جيدة في المراكز كافة، مبينة أنه سيقتصر استخدام الكمامات على التلاميذ والطلاب الذين يعانون من أعراض تنفسية حرصا على عدم نشر العدوى، وسيتم تسليمها لهم مجانا ضمن المركز الامتحاني، وغيرها الكثير من الإجراءات الأخرى. أهلا وسهلا بك من جديد دكتورة هتوني، نكمل في كل التطمينات التي يمكن أن تصل إلى الأهالي والطلاب بما يخص العملية الامتحانية والإجراءات المتينة التي تقوم بها وزارة التربية بهذا الخصوص. يعني في التقرير أيضا تحدث عن التهوية، عن إجراءات كثيرة لها علاقة بالحفاظ على السلامة والأمان.
بالواقع التهوية جدا ضرورية حرصا على صحة وسلامة الطلاب ومنع انتشار العدوى، بس احنا بنأكد على التهوية الطبيعية، يعني النوافذ يجب ان تكون مفتوحة بشكل كامل. وحضرتك بتعرفي مساحة القاعة الامتحانية هي مساحة جيدة، يعني 40 متر مربع بتكون مساحة القاعة، فهذا بيضمن تهوية جيدة، بس المفروض نأكد على فتح النوافذ بشكل دائم والاعتماد على التهوية الطبيعية والابتعاد عن التهوية الاصطناعية، لأنه في بعض التقارير ذكرت أنه التهوية بالمكيفات أو بالمراوح يعني ممكن أنه تكون مؤذية أحيانا، والتركيز بشكل أساسي على التهوية الطبيعية بفتح النوافذ والتيارات الطبيعية. يعني هذا مهم جدا، الاهتمام بالصحة بالتهوية الطبيعية كما قلت دكتورة. حنتابع مع حضرتك ومع السادة المشاهدين لكن بعد الفاصل. عدنا لك دكتورة للاستكمال الحديث عن الإجراءات الاحترازية في وزارة التربية. كنا نتحدث عن كل الأمور الوقائية التي يمكن أن يقوم بها أو يكون مسؤول عنها رئيس المركز الامتحاني والمراقبين وأيضا الطلاب والأهالي، يعني هي تشاركية لكي نضمن السلامة العامة. أيضا يعني عندما نتحدث دكتورة عن كل هذه المهام التي تقومون بها، نسأل عن القدرة الاستيعابية في الصحة المدرسية، هل اضطررتم إلى التعاون مع يعني كوادر أخرى أم كانت كافية بالصحة المدرسية والتعاون مع وزارة الصحة أيضا؟ طبعا هي الخطة تنسيق كامل بيكون فيها بين وزارة التربية ووزارة الصحة. بالواقع في بعض المناطق البعيدة خاصة بالنسبة لشهادة التعليم الأساسي، بتعرفي في مراكز امتحانية موجودة في النواحي والقرى، فغالبا ما بتقدر الفرق الطبية أنه توصل اللي تابعة للصحة المدرسية توصل، أو بدها وقت طويل لحتى تقدر توصل للمركز الامتحاني. بناء على هذا الشيء تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة ووضع خريطة بالمناطق اللي ممكن يتم التغطية الصحية من قبل مراكز الصحية تابعة لوزارة الصحة، أو في بعض الأحيان سيتم أخذ مركز امتحاني، سيتم تخصيص الطابق الأرضي للفريق الطبي بتجمع مجموعة مراكز امتحانية، سيكون موجود الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة في هذه المراكز، وأيضا الكوادر مدربة وقادرة على القيام بنفس العملية، وفي تنسيق كامل بين هاي الكوادر وبين مديريات التربية وبين غرف المتابعة، وسيتم تعميم أرقامهم أيضا بشكل مناسب على المراكز الامتحانية ليتم التواصل معهم وطلب استدعاء الفرق وقت الحاجة لها بشكل كيف عم بتكون المتابعة دكتورة للخطة بالخطة بالتعقيم وبتجهيز المراكز وبكل شيء؟ كيف تكون المتابعة من قبلكم يعني هذا الوضع على امتداد المحافظات السورية وحتى طبعا في المناطق النائية في جميع المناطق طبعا السورية طبعا؟ كيف تكون المتابعة؟ مثل ما ذكرت لحضرتك نحن تم وضع خريطة بالمراكز الامتحانية بتوزعها، كل محافظة سيتم تشكيل لجنة خاصة بكل مركز امتحاني ستكون مسؤول عن تعقيمه عن تجهيزه بشكل كامل، التعاون ما بين دوائر الامتحانات ودوائر الجاهزية ودوائر الصحة المدرسية بمديريات التربية، أيضا التعاون مع الوزارات الأخرى الإدارة المحلية، التعاون مع المحافظين مع أيضا وزارة الصحة
يعني حيكون تعاون بكل محافظة بشكل كامل لإتمام العملية الامتحانية بالشكل الجيد وبالمحافظة على صحة وسلامة أبنائنا بالشكل الأمثل. نعم، أيضا هناك بعض الحالات التي يمكن أن تصيب الطالب لا سمح الله، بعض الحوادث الطارئة، يعني من كسور، من أي طوارئ يعني تجعل أو تمنع الطالب من الوصول إلى المركز أو القيام بامتحانه على أكمل وجه، بما تنصحين هناك؟ هل يذهب الطالب إذا حدث معه أي طارئ يذهب إلى المركز أم يراجع الصحة المدرسية أم يعني إلى من يلجأ لكي لا يذهب عليه الامتحان؟ لا، نحن في مركز صحي بكل محافظة مسؤول عن استقبال هذه الحالات الطارئة. بكل محافظة هناك مركز صحي واحد، هذا المركز الصحي بيتم استقبال الحالات الطارئة اللي مثل ما ذكرتي، ممكن كسور، ممكن تعرض لعمل جراحي، حادث، أي حادث طارئ يعيقه عن التحاقه بمركزه الأساسي، لأنه بجوز ما يكون قادر على الكتابة، ما يكون قادر على الجلوس مثلا وراء المقعد، بحاجة لرعاية طبية خلال الامتحان. هاي المراكز الصحية مجهزة بشكل كامل، فيها فرق طبية موجودة بشكل دائم، فيها حتى أسرة ممكن إذا الطالب ما قدر يقعد يكون مضجع على السرير. أيضا فيها لجان استكتاب، هي قد يعني ممكن إذا لنفرض في كسر باليد اليمين ما بيقدر يكتب، ممكن إنه يكون في لجان بيملية واللي بده يكتبوه هن اللي بيكتبوه بداله، هاي لجنة الاستكتاب. طبعا أي طالب بتعرض لحادث هلا عنده عدة خيارات، إذا كان مو يوم الامتحان ممكن يراجع دائرة الامتحان بشكل مباشر ويخبرهم انه هو تعرض لعارض صحي وما عاد يقدر يمكن انه يقدر يكتب، بناء على هالشي بيتم تحويله للصحة المدرسية، بيطلعوا على تقاريره وبيعطوه دخول شرطي بيسموه للمركز الصحي. ممكن يقدم بالمركز الصحي يوم يومين ثلاثة، يعني عدة مواد، وبعدين إذا حالته الصحية تحسنت بيرجع لمركزه الأصلي. نقصد بالدخول الشرطي بأنه لم يحضر تقرير طبي أو بأن وجوده مؤقت؟ مؤقت دخول، لا، الشرطي أنه لم يحضر تقرير طبي لحتى يتم قبوله بشكل مباشر. هذا الشرطي إذا كان صار عنده المشكلة الصحية صباحي يوم الامتحان، نعم، لم يراجع او مساء بالليل، يعني ما بيكون، مع انه الكوادر يعني مداومه بالنسبه لدائره الامتحانات، بس لنفرض انه ما قدر صباحا ممكن يدخل للمركز الصحي، هون ساعتها بيدخل بشكل شرطي بنسميه، يعني بدون حضور اي تقارير، مجرد انه يشوفه الطبيب اللي موجود بحاجة بالمركز الصحي، بحاجه لاثبات الحاله عيانيا، هلا بيكون عيانيا يعني بيقبله بالمركز الصحي وبيقدر يقدم امتحانه، وبعد ما ينتهي من الامتحان بيراجع دائره الصحه المدرسيه، بيتم اجراء فحص كامل، بيتم جلب تقرير طبي مناسب والتاكد من حالته الصحية. إذا كانت حالته الصحية بالفعل بحاجة لأنه يستمر بالمركز الصحي، ساعتها بيقبل بشكل نظامي. أما حالته ما بتستدعي بيتم إلغاء القبول وبيرجع بيقدم تاني مادة بالمركز المركز الامتحاني العادي. هذا المركز الصحي مثل ما ذكرت لك خاص للحالات اللي غير قادرين على التقدم بالمراكز العادية. كمان ما بدي من الأهالي إنه نقله أو الطلاب حتى لو هو راجع مركزه العادي، يعني إذا كان هو صار عنده حادث وما عارف وين المركز الصحي موجود، هو بصباحة الامتحان ما قدر، بيروح على مركزه العادي وهنيك بالمركز بيطلبوا هن الفريق الطبي، الفريق الطبي بيجي بسيارة الإسعاف لهذا المركز وبياخذ الطالب وبيدخله للمركز الصحي، وكل شيء وقت ضاع على الطالب بيتم تعويضه بالمركز الصحي بشكل كامل. بس لازم يروح على مركزه، يعني إذا يعني هو كان لا يستطيع الحركة ولجأ إلى أي مركز، هذا يعني لمحاولة عدم، يعني نتحدث عن أسوأ الظروف التي لا سمح الله هلا تحدث. أسوأ الظروف هو المفروض يراجع يا مركزه الامتحاني نفسه أو يراجع المركز الصحي أو بيراجع مديرية التربية أو الصحة المدرسية، يعني أقرب نقطة ممكن أنه يلاقيها من هدول لمكان الحادث أو لمكان اللي قريب لمنزله ممكن أنه يراجع فيه. نحن بنفرض أنه المركز الامتحاني هو أقرب نقطة للمنزل، لأنه نحن تم فرز الطلاب لأقرب نقاط إلى منازلهم. هذا كان مأخوذ بعين الاعتبار. طبعا نحن حرصا على منع تنقلهم لمسافة بعيدة أو ركوبهم لوسائل النقل، تم تخصيص المركز الامتحاني للطلاب أقرب مركز إلى المنزل. فنحن بنفترض أن الطالب إذا هو ببيته يعني بيكون المركز الامتحاني هو أقرب نقطة إليه، فممكن هو يروح لمركزه الامتحاني ومن المركز الامتحاني بيتم استدعاء الفرق الطبية وهنا بينقلوا للمركز الصحي، أو إذا هو حب يراجع المركز الصحي بشكل مباشر كمان ما في مشكلة، بيتم قبوله بشكل شرطي مثل ما ذكرت لك، وبعد انتهاء الامتحان بيتم استكمال باقي الأوراق. أيضا بشأن ذوي الاحتياجات
الخدمات الخاصة يكون هناك أوراق مقدمة بشكل مسبق؟ طبعا. ما هي الخدمات المقدمة بالمراكز الطبية والامتحانية؟ طبعا المركز الصحي هو يتم فيه قبول جميع الإعاقات اللي نحن قسمناها لإعاقات جسدية وإعاقات ذهنية بصرية وسمعية. هاي الإعاقات بتنقبل طبعا، هاي بيتم تقديم الأوراق وقت اللي بيقدم الطالب بالنسبة لدائرة الامتحان، بيقدم أوراق وبيخبر الموظف أنه هو عنده وضع صحي، إعاقة دائمة وما بيقدر يقدم بالمركز العادي. فبيتم السنة تم تسهيلات جدا كبيرة للإعاقات، يتم رفع قوائم بأسماء هؤلاء الطلاب لدائرة الصحة المدرسية، ثم يتم استدعائهم بشكل من دائرة الصحة المدرسية بشكل تدريجي، منعا من حرصا من منع يعني ازدحامهم أو ما يصير ضغوط عليهم بالمراجعة أكثر من مرة للمركز الدائرة الصحة المدرسية. بالدائرة بيتم طلب التقارير الخاصة بطاقات الإعاقة، أي أوراق مطلوبة يتم استكمالها ويقبل الطالب بشكل نظامي بالمركز الصحي. بالمركز الصحي بيتقدم له الخدمة اللي هو بحاجة إليها، لنفرض أنه عنده إعاقة حركية، شلل فرضا بالطرفين العلويين، ما بيقدر يكتب، ممكن أنه يكون في لجنة بتقرأ له وبتكتب له، المكفوفين بيكون في أيضا لجنة لاستكتاب للقراءة والكتابة، اللي عندهم إعاقة سمعية كمان اللي بيضطروا يستخدموا سماعات أو عاملين عملية زرع حلزون كمان. في اختصاصيين أو ممكن يكونوا زملاء مدرسين مؤهلين لهذا الموضوع؟ اللي لجنة الاستكتاب؟ نعم. لا، هن المدرسين عاديين، هن عليهم فقط يسمعوا الكلام اللي بيقوله الطالب ويكتبوا على الورق بحرفيته. يعني لجنة الاستكتاب مسؤولة عنه مدرس يقرأ أو معلم، بالواقع هي بيكونوا معلمين، يعني اللي بيكونوا مختص بلجان الاستكتاب بيكونوا معلمين، معهد بيكونوا دارسين معهد متوسط أو أهلية تعليم، بقراءة السؤال كما هو للطالب، والمدرس المعلم الآخر مسؤول عن كتابة ما يقوله الطالب بحرفيته. والسنة سيتم وضع مسجل أمام كل طالب حرصا على حسن سير العملية الامتحانية بالواقع، للتأكيد أيضا لأنه في بعض السنوات تم الاعتراض أنه أحيانا في بعض المعلومات التي قالها الطالب مو نفسها اللي مكتوبة، أنه في تغيير في، لا هيك حياخذ الطالب حقه بشكل كامل، يعني بهي الحالة سنعطي حقه بشكل كامل، مو بقدر بعد ما بتضيع أي معلومة، ما بتضيع، ممكن يراجع ويقول لا أنا هاي المادة مثلا لا أنا يعني كان باخذ علامة أكثر من هيك يعني أو مختلفة. فبيتم مراجعة المسجلة وبيتأكدوا أنه الكلام اللي هو قاله نفسه اللي موجود على الورق، وإذا كان في شيء هو قاله مو مكتوب بيتعوض له العلامة بشكل كامل. يعني هذا من ضمن الإجراءات لدقة العملية الامتحانية وضمان حق الطالب بشكل، وخاصة ذوي الإعاقة، لدعم ذوي الإعاقة لأقصى درجة. يعني متى تكون تقديم الأوراق لذوي الإعاقة؟ متى يكون يعني قبولهم بالمراكز الصحية؟ هلا بالواقع نحن بدأت من شهر نيسان تقريبا بدأ استدعاء الإعاقات وتقديم وعرضها على اللجان الطبية وتحويلها للمراكز الصحية، وهي العملية مستمرة حتى 9/6 يعني 9 حزيران حيتم استكمال جميع الحالات بعد العيد وتقديمهم عن طريق المركز الصحي، بينعطوا بطاقة خاصة بالمركز الصحي وبنوع الخدمة اللي هن بحاجة لها، نوع المساعدة. طبعا درجات معينة من الإعاقة دكتورة، ليس كل أنواع الإعاقة تقبل، أم يعني بدرجات، إذا كانت درجات خفيفة، إذا كان يستطيع أن يكون يعني أن يدمج بين الطلاب العاديين لا يقبل في المركز الصحي؟ طبعا هلأ هو إذا بحاجة فحص لجان، هلأ نعم. بدنا إذا هو بحاجة لمساعدة واحد، إذا هو بحاجة لمساعدة يعني بده حدا يقرأ له أو يكتب عنه فبيقبل المركز الصحي. هلأ إذا كان في بعض الحالات بيكون هو ما بحاجة لمساعدة بس بيكون عنده عدم القدرة على الوصول للمركز، لنفرض في بعض الحالات نتعرض لفرضا بتر بالطرفين السفليين أو شلل كامل، يعني هذا اللي يعني بيكون على كرسي متحرك من الصعب ممكن ينفرز بمركز امتحاني لنفرض بالطابق الثاني أو بالطابق الثالث، غير قادر على الصعود على الدرج، في صعوبات بهي الحالة. فبيكون في تسهيلات بالمراكز الصحية، يعني انه بيكون غالبيتها في طوابق ارضية، في رميات لصعودهم على الكرسي المتحرك، فبيكون اسهل الوضع، لهيك ممكن انه نقبلهم. اما الاعاقات الخفيفة اللي هي ما في داعي لاي مساعدة، فما في داعي انه تنقبل، بالعكس يعني يمكن الطالب نفسيا بيكون، حتى اللي عنده اعاقة نفسيا بيكون مرتاح اكثر اذا بيكون بين طلاب رفقاته زملائه، بيكون مرتاح نفسيا، بيكون ممكن يقدم اكثر.
ما في داعي لينقبل بالمركز الصحي كون ما بده أي نوع من أنواع المساعدة. دائما دكتورة مع بداية يعني الفصل الثاني أو ببداية التخطيط للامتحانات وتوزيع المراقبين تكثر يعني الطلبات، أو أحيانا تكون يعني يكون بعض الزملاء المعلمين بحاجة إلى إعفاءات أو إلى طلبات بما يخص هذا الشأن أو الذهاب إلى الاحتياط. ماذا تحدثين عن هذا الأمر وكيف هي إجراءاتكم لصالح المعلم؟ طبعا هلا يعني خلينا نقول أنه بالنسبة لعملية المراقبة والتصحيح هي يعني عملية كتير ضروري الالتزام فيها من قبل جميع زملائنا المعلمين والمدرسين، يعني لا تقل أهمية عن التدريس في الواقع، فهي استكمال للعملية التدريسية. فأما بالنسبة للمرضى اللي عندهم وضع صحي ويمنع يعني وقوفهم بالمراقبة، فتم وضع عدد من الشروط بالنسبة للإعفاء اللي هي السيدة الحامل بعد الشهر السابع من الحمل، أو السيدة المرضع اللي عمر طفلها أقل من عام واحد. بالإضافة لذلك جميع المحالين لعمل إداري بأسباب صحية ممكن انه ينعرضوا على اللجنه وبناء على وضعهم الصحي، لانه في بعض منهم بيكونوا محالين باسباب ما بتمنعهم من الوقوف. لنفرض حدا عنده بحث صوت مثلا، شو بتمنعه بحث الصوت انه يراقب؟ ما بتمنعه يعني. او لنفرض عندهم مرض خفيف يعني ما بيمنعهم، فبينعرضوا على اللجنه واللجنه بتقرر انه هن لازم انه ينعفوا ولا لا. اما بالنسبه للحالات الاخرى اللي ممكن انه تكون عارضه، ممكن انه مع في اول يوم امتحاني بيتم مراجعه المركز اللي تم تكليفهم فيه، بياخذوا احاله من رئيس المركز وبيراجعوا اللجنه اللي بتكون موجوده. في لجنه حتكون يوميا موجوده بمديريات التربيه، بينعرضوا عليها وبيقدموا كافه الثبوتيات وهي بتاخذ القرار المناسب بالنسبه لهم. ممكن هنا بحاجه لاجازه مرضيه، ممكن بحاجه لاعفاء بناء على الحاله الصحيه للمدرس، بياخذ حقه وبيتم يعني اخذ القرار المناسب. يعني الصحه المدرسيه هي جاهزه دائما لمساعده المعلم ولي يعني اعطائه كل ما يلزم في سبيل نجاح العمليه الامتحانيه وفي سبيل ان يكون هو بخير ايضا. ايضا يعني سؤال دكتوره عن اللقاء الذي تم بين السيد الوزير والمنسق المقيم لانشطه الامم المتحده الانسانيه والاغاثيه، ولفت الى الاجراءات الاحترازيه للعمليه الامتحانيه. صحة الطلاب هي بالدرجة الأولى، وتم الحديث عن الطلاب الوافدين إلى سوريا وتيسير دخولهم لإجراء العملية الامتحانية أكثر من 30,000 طالب. طبعاً. كيف هي هذه الإجراءات وكيف العمل عليها؟ طبعا في تحدي كبير أمام وزارة التربية، وهو الطلاب الذين سيأتون من المناطق خارج السيطرة أو من دول أخرى اللي هن غالبيتهم بدهم يكونوا من لبنان يعني. هن 30,000 طالب بشهادتي التعليم الأساسي والثانوي، حيكونوا وافدين لخمس محافظات اللي هي محافظات ريف دمشق، حلب، إدلب، الرقة ودير الزور. هؤلاء الطلاب بالدرجة بالمرحلة الأولى بدهم عملية حجر صحي، كون احنا جميع الوافدين للقطر العربي السوري بنحطوا بالحجر الصحي لمدة 14 يوم قبل دخولهم للتماس مع الأشخاص الآخرين. نعم. طبعا هذا الحجر الصحي حيتم على هدول الطلاب لمدة 14 يوم. يتم تجهيز المراكز؟ حاليا يتم العمل. نعم. على تجهيز بالتعاون مع المنظمات. هي عملية يعني صعبة جدا، ولكن يعني أكيد يعني كل الصعاب تذلل أمام حرصنا على الطلاب وحرصنا على أنه أي طالب على أرض الجمهورية العربية السورية أنه يحصل على التعليم اللازم له. الدستور حمى كل طالب وكل طفل موجود على الأراضي السورية من حقه أنه يتعلم ويتقدم لامتحاناته، ونحن وزارة التربية حريصة على كل طالب موجود على أراضيها. فهذول الطلاب بده يتقدم لهم رعاية صحية، بده يتقدم لهم الطعام، المنامة، بده يتقدم لهم رعاية صحية أيضا، لأنه ممكن نحن منخاف أنه يكون أحد منهم حابل للمرض فبحاجة لإجراء تحاليل بحاجة. نعم. فإن شاء الله العملية مستمرة. في فحص طبية مسبقة في وسائل نقل يعني بهذا الشأن طبعا أيضاً. وسائل نقل من المراكز الحجر الصحي للمراكز الامتحانية لمراكز إقامة، فرق طبية مقيمة أيضا حتكون موجودة بكل مركز إيواء، حيكون في الحرص على كل الخطة اللي حكينا عليها بالنسبة للإجراءات الاحترازية حتكون أيضا مطبقة وأكثر حتى يعني
حيكون في جهاز حرارة لقياس حرارة الطلاب يوميا، حيكون استخدام الكمامات بشكل يومي لغالبية الطلاب، حتى أيضا للمدرسين، يعني حيكون في إجراءات مشددة أكثر على هؤلاء الطلاب حرصا على سلامتهم وحرصا على منع انتشار العدوى بنفس الوقت. إن شاء الله تكون الامتحانات سليمة وآمنة ولا يحصل أي إصابة بإذن الله. دكتورة، نود أن نسمع من حضرتك إلى بعض النصائح. نحن في أيام العيد وقد تحصل لا سمح الله بعض التجاوزات، ونتمنى ألا تحصل، فما هي يعني نصيحة حضرتك للأهالي وللطلاب خلال فترة العيد؟ هلا بالنسبه للطلاب اللي عندهم امتحانات، يعني اللي هنا طلاب التعليم الاساسي، شهاده التعليم الاساسي والشهاده الثانويه، بنصحهم يحافظوا على صحتهم يعني بالدرجه الاولى، لانه هن اولويه، يعني لا سمح الله اذا طالب صار عنده عدوى بالفيروس او بغير مرض ممكن هذا يحرمه من انه يقدم امتحانه اذا صار وضعه الصحي يعني تعبان واضطر دخول المشفى. فنحن حرصا على سلامتهم بنأكد عليهم التزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللي أكد عليها الفريق الحكومي، التباعد المكاني، منع التجمعات. نحن بأيام عيد معلش يعني ممكن أنه يتم التواصل عن طريق الهاتف، عن طريق الإنترنت، عن طريق حتى لو في يعني تجمع، يعني حتى لو تم في زيارات، بس يفضل أنه نحافظ على عدم ابتعاد عن العناق، عن الطعام بالتجمع على الطعام إلى ما ذلك من أمور ممكن أنه ضر صحة وسلامة هدول الطلاب. هدول أولوية يعني بالواقع، لازم يحافظوا على صحتهم خلال فترة العيد لحتى يوصلوا لامتحاناتهم بصحة جيدة ويقدروا يقدموها بسلامة. بتمنى لهم التوفيق، وبتمنى الأهالي كمان يلتزموا بهي، ما يقولوا لا وما في شيء وما عنا. يعني صحيح نحن عدد الإصابات اللي موجودة هلأ من 20 يوم حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة من داخل سوريا، الحالات كلها هي من الوافدين، ولكن هذا لا يمنع أنه ممكن يكون في بعض حالات يعني ما تم إجراء التحليل إلا وممكن أنه يكون. فلازم ما نشعر بالأمان بصراحة، لازم نضل حذرين وواعيين على صحتنا وصحة أبنائنا، وبتمنى للجميع السلامة إن شاء الله. بتمنى السلامة للجميع. أكيد نشكر جهودكم، جهود المخلصين دائما لصالح كل طالب. يعني دكتورة، في مديرية الصحة المدرسية أكيد في حرص كبير ضمن وزارة التربية على صحة الأبناء. نشكر وجودك معنا الدكتورة هتون الطواشي، مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. نشكر أيضا مشاهدينا متابعتكم لنا، ونرجو أن نكون قد أحطنا بموضوع البيئة السليمة لطلابنا وأجبنا عن جميع الاستفسارات التي قد تراود أذهانكم. مشاهدينا، انتظرونا دائما على شاشة الفضائية التربوية. إلى اللقاء.